يا مرحبا ترحيب البدو بسين إعداد ما هبت هبوب عدية هذا بلقى فقع وين ما لقينا شيء ما لقينا فقع ترى بنفقع وجهه شفتهم في فقع وابك يا خبل هذا عرجون ما هو فقع يا وش ذا الجحر يا كبره شكلها حبه كبيره اقول خلنا الحفر بس ما عاد وش ذا الفقع الذهبي قد شفتوا مثلها والله يا رجل انا ما قد شفت مثل هذه اللي قدامي هالحين اقول خلونا ناخذ الشيخ مصقال علشان يعلمنا وش ذا النوع غريبه انا ما قد مر علي مثلها لكن تبع العلم يا ابو رجا يا زينه زينه يا ابو رجا هذا فقع ولا وين انت اسكت ما حد رشدك اقول مشانا عنده بالعرفان يمكن يعرفها كما توقعت يا شيخ هذه ليست فطر الفقع أجل وش هو؟ نحن نقطن فوق منجم من هذا العنصر يا ربع بعرفان وشي هذريبة يا شيخ مصقال نحن نمتلك ثروة تكفي أبناء المصاقيل لكي يعيشوا عيشة رغيدة أنت صاحي يا أبو عرفان وش أنا ولا في يدك هذا؟ هذا عنصر اليورانيوم المشع يورانيوم؟ هو زي المنيوم هذا اللي تبى شريهان تركبه مطبخ عندنا إنه أغلى بكثير يا شيخ إنه أهم عنصر متواجد حاليا على وجه الأرض هذا حقنا يا شيخ حنا اللي لقيناه اقول عض على شحمنت وياه اللي نلقاه هنيا الربع اللي في الديره كلهم يشاركون فيه اسمعني وانا ابوك يا جلمت رحنا الرجال اللي في الديره كلهم وقل لهم الشيخ مصقال يباكم باجتماع طاري وسري وخطير وهذا السبب الحقيقي اللي خلاني اجمعكم اعطونا اقتراحاتكم يا الربع خلاص يا شيخ انت سوي اعلان بالجديده لدينا يورانيوم رخيصنا في محل كابور سيهي مجنون أنت خبر مثل هذا سوف يجعلنا نتقهوى غدا في وكالة الطاقة الذرية يا شيخ مصقال مثل هؤلاء الكديش تناقشهم في قضية نقص علف في تجديد بير ترميم جدار لكن يا شيخ في قضية مثل حجم قضية اليورانيوم من المستحيل بتاتنا البتة وش تقصد أنت هكرا يجيل هذول كلهم من أهل المصاقيل وأهل المصاقيل مخابورين بالمرجلة وحنا جاهزين للديمقراطية من 1000 سنة الحل موجود عندي نبى نجمع الكمية اللي عندنا وننقز للرياض نقزة رجل واحد ونبيعها على محلات الذهب هم يشترونها يا ابو عرفان ابدا لن يعرفونه اساسا انا عندي اقتراح في كثير من دول العالم الثالث تدور اليورانيوم ورا ما نبيعها عليهم ونسيطر على العالم انت ما تستحي هذه قضية أمن قومي ما شاء الله تبارك الله أذريك مثقف من ورانا يا مرعي قسم بالله يا شيخ ما تثقفت ولا شيء بس سمعتها بالأخبار بس ما وراكم خير الظاهرنا ما احنا بلقينا دبرة أنا أقول يا الربع خلونا نفكر الليلة بحل وبكرا نتشاور عليه وأنا بخلي الفرسان الثلاثة الذياب هالطحطيح يحرسون المكان اللي لقوا فيه اليونا يورا يورانيوم
حبه كبيره. اقول خلنا نحفر بس. ما عاد وش ذا الفقع الذهبي؟ قد شفتوا مثلها؟ وش السالفه؟ ابد طال عمرك، مجموعه من الدلوخ اكتشفوا منجم جديد لليورانيوم. عظيم عظيم. ما اظن يا طويل العمر. لا تقول انهم من نمون ذيك الديره اللي سببت موت جماعه لاخويانا من سنتين. والله يا طويل العمر هم اياهم. بشروا يا ذيابة، عسى الأمور طيبة. كل شيء زين يا شيخ. وش في صوتك هندود؟ يمكن انبح صوتي، أمس هجنتي لتالي الليل. الحقيقة يا شيخ، من باب الشفافية في الموضوع، الغناء المدة طويلة يخلي الحبال الصوتية تلتهب. هقاس، شكل تحفير آخر الليول لعب بمخك يا جراح، ما عاد أنت بسيط. اخس والله، خف علينا يا دكتور عوز. أبك تكفي يا معتز، انقذ ونادي لي منا. الظاهر حرق النساء رجع لي ويا بالي كوي. ما يحتاج ما يحتاج، أنا كويك يا شيخ. الحمد لله، ما شاء الله تبارك الله، لا يكون اليور يورم هذا مغيركم علانا. يلا يا ذيابة أكلوا أكلوا ودكوا في العيشة. في شيء ما هم مضبوط. الحمد لله شبعت يما. وش عندهم متخيلين؟ معقول أبو عرفان مخترع لهم شيء؟ ها؟ أجل لي بالخيمة مع أبوي، منهم؟ هذولي ناس انزلوا من الفضاء ربطانا وجابونا هنية. علي الملازيم اني اذبحهم. مشينا لهم. قلت لك ساعه وانت تهمز بهالزره، وش صار يا ابو عرفان؟ انني احاول التواصل مع المركبه الام يا شيخ، ان لم يخب ظني فهذه هي الموجه من سفينه بيراتسا الى سكان المساجين الارضيين. تسمعوني؟ نعم نعم يا مرحبا، نسمعك بوضوح. طيب يا الحبيب، قائد الجندي بيخاطبكم. خله يتحدث معي، خله. قرب الجهاز يمي يا طريا، هذا كبيرهم وانا اللي اعرف اتفهم معه. سلمونا جنودنا المعتقلين لديكم كي لا نعلن الحرب عليكم. هقاس، معاش اللي هددنا، ابقى الحرب لنا، حنا المصادين رجالها والخيل من خيالها. البيت الاخير يحتوي خطا عروضي في الوزن، ارجو تصحيحه. عموما لا مشكلة لدينا مع الحلول السلمية. أنتم وشو لمرسلين أخوياكم يمنا؟ نحن في الحقيقة بأمس الحاجة إلى كميات اليورانيوم التي تمتلكونها في القبيلة. أنتم لو رجينا فيكم خير كان جيتوا يمنا بالطيب، واستأذنتم مني كان أعطتك إياها يا أخوي. حصل خير يا شيخ، حصل خير حصل خير، والله يلعن إبليس. طيب إن كان ودكم بها خذوها، لكن عطونا قروشها. حنا ما نتعامل بقروشكم، إن كان ودكم نقدر نعطيكم أراضي بقيمة اليورانيوم. أراضي؟ والله إنه حل طيب، نبل كل واحد من أهل الديرة هنية ياخذ له أرض خاصة له. اتفقنا. قررنا منح كل فرد من أفراد القبيلة كوكب خاص يحمل اسمه. انت حد كوكب زمردة. انا اعترض، ما بكوكبي جنب كوكب المروح هذا طفاش، خلوه بعيد عني. هرقاك غنيمة، الرمة هذا يطلع لي بكل مكان. لم يعد هناك الكثير من الكواكب يا شيخ مسقاو. او شوفوني تفكون من نية ولا من نية، شوفوني الشي يبعدني عنه. وش رايك بهذا الكوكب؟ الله علاك، هذا الزين. هذا كوكب حقي أنا، صحيح؟ اتعقب، هذا حقي أنا. لبدن، مو حقك أنت وياه، هذا حقي أنا. طيب أنت على عمك تأشر على الكوكب حقي أنا.
لا والله اللي ما حد داري وين كوكبه، كلها تشبه بعضها. إلا وشلون بتروحون لكواكبكم؟ داد سو نفسك ميت.